أنا الشاطر حسن، أنا عملت جلسات الإشعاع 12 مرة كبيرة، ولسه فاكر أول جلسة كيماوي أخدتها في أول يوم لي في العلاج. أنا فاكر تعبت بعد جلسة الكيماوي شوية، بس بعد كده تعودت وكنت مبسوط أوي. أول ما شعري بدأ يرجع لي تاني، والنهاردة الإشعاع دي عشان أكون جاهز للعملية. إن شاء الله تنجح، أنا بطل وأهضر عليها، أنا حاسس إنها هعيش. هو ده شاطر حسن الصعيد، ياريت كل يوم ننقذ شاطر حسن جديد في الصعيد، علشان صعيد بلا سرطان إن شاء الله. واختار المستشفى اللي هتتبرع فيها، المستشفى رقم 1 مستشفى شفا الأرمان لسرطان الكبار بالصعيد، المستشفى رقم 2 مستشفى شفا الأرمان لسرطان الأطفال بالصعيد.